هلا يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا كويسين وبخير. أول حاجة حابة أهنيكم ببداية السنة الجديدة، كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله كده السنة دي تكون عليكم حلوة حلوة شديد، وتحققوا كل أمانيكم وتعملوا كل الحاجات اللي انتم نفسكم فيها وكل الأحلام اللي انتم والخطط اللي عايزينها إن شاء الله تتحقق وتكون كده سعيدة علينا كلنا. فحبيت بس كده أعمل فيديو سريع أهنيكم فيه أول حاجة بالسنة الجديدة، وتاني حاجة برضو حابة كده أتونس وأشارك معاكم الحاجات كده اللي عملتها في سنة 2022 وبعض الحاجات والخططيات كده، الخطط اللي عندي اللي هو حابة أعملها في سنة 2023، وحابة كمان أنتوا تشاركوني بعض الحاجات اللي أنتوا عملتوها في 2022 أول كنتوا حابين تعملوها لكن ما قدرتوا تعملوها أو تحققوها، وشنو الحاجات اللي حققتوها، وكمان شنو الحاجات اللي حابين تحققوها أو تعملوها في سنة 2023. فدي كلها حاجات عايزاكم تكتبوها لي في التعليقات علشان كده كلنا شنو نشوف الناس عاملة شنو كده في السنة بتاعتها. طيب، من الحاجات اللي أنا حابة أشاركها معاكم صراحة في سنة 2022 دي يا جماعة كانت سنة عايزة أقول سنة بالنسبة لي، يعني سنة كان فيها كمية من الحاجات اللي حصلت، كمية من الحاجات اللي سويتها سواء أنا حققتها أو كنت حابة أحققها وما تحققت، لكن عايزة أقول إنها كانت سنة يعني مليئة بالمغامرات، مليئة بالحاجات الجديدة في حياتي اللي حصلت لي. اتعلمت فيها كتير 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 شديد. سنة 2022 دي كانت بجد من يعني أكثر السنين اللي حصلت لي فيها حاجات والعملت فيها أنا برضو شخصياً حاجات كده كثيرة. من أهم الحاجات اللي أنا عملتها في سنة 2022 السنة اللي فاتت، خلينا نقول اللي هو السنة اللي فاتت دي، أمس كان يا دوب، المهم في السنة اللي فاتت دي إني جيت هنا السودان. طبعاً في ناس كثير ممكن تستغرب حتى إنه أوكي يعني في زول بيخلي كندا، طبعا سؤال اللي بيجيني في زول بيخلي كندا وبيجي للسودان، لكن دي من الحاجات الكبيرة اللي حصلت لي، لأنه تخيل أنت تكون متعود على مكان فيه أهلك، فيه صحباتك، اتربيت فيه، قريت، اشتغلت، يعني عشت معظم حياتك فيه، وتمشي وتخليه تماما وتنتقل لحتة جديدة، لبلد جديدة. صح السودان هو لسه يعني هو يعتبر بلدي، اللي هو فيه أهلي وفيه يعني برضو ناس كتير بعرفهم وعندي صحبات هنا وأهل وكل حاجة، لكن في نفس الوقت يعني يعتبر بلد جديد علي إني أعيش فيه، لأنه أنا لما طلعت من السودان طلعت صغيرة، فإنه أنتقل من بلد أنا متعودة عليها وأجي لبلد جديدة أبدأ فيها من خلينا نقول نقطة الصفر، دي يعني براه تحدي شديد. فدي من يعني أكبر الحاجات صراحة أنا حققتها في سنة 2022 اللي هو انتقلت لبلد تماما تعتبر شبه جديدة علي إني أعيش فيها وأستقر وأحاول إني أعمل فيها حاجات، أشتغل، يعني أبني فيها حاجة. فدي كانت حاجة كبيرة بالنسبة لي، والحمد لله يعني دار أقول الحمد لله الحمد لله إنها يعني ماشية كويس الحمد لله، يعني ما في أي complaints. أيوة صح البلد ظروفها صعبة وفيها كمية من الحاجات اللي ممكن تكون يعني توقف لك حاجات كثيرة والحياة ما بتمشي بسهولة، لكن أنا بقول الحمد لله إنه أتليست الحاجات شنو ماشية. تاني حاجة برضو حلوة شديد عملتها في 2022 اللي هو سافرت كان دبي، لقيت صحباتي، وسافرت تركيا كان في عرس فاطمة لو بتتذكروه للناس اللي متابعني في القناة وتابعوا العرس، برضو ده كان من أحلى السفرات صراحة سافرتها، كانت سفرة تركيا واللي هو كان فيها عرس صاحبتي دي، لأنه كده تجمعنا في بلد جديدة كلنا في نفس الوقت. دي أول مرة تحصل يا جماعة إنه أنا وصاحباتي نتجمع في بلد برا كندا كلنا مع بعض، فدي يعني كانت أول مرة تحصل يعني من ما تعرفنا على بعض اللي هو قبل 13 ولا 14 سنة. سافرت السعودية برضو مع أنها كان كده نص يوم تقريبا، لكن برضو رجعت للسعودية بعد 13 سنة غياب، فدي برضو كانت حاجة كده كبيرة صراحة إني أرجع السعودية وأشوفه وكيف تغيرت. برضو من الحاجات اللي يعني اللي حصلت في 2022 اللي هو بديت البزنس بتاعي، ده برضو كانت من الحاجات اللي أنا بحلم بيها لفترة طويلة
جديد انه انا ابدا البراند بتاعتي. وفي كم فيديو كده انا برضو منشنت لكم الموضوع ده، فدي برضو كانت حاجه حققتها في 2022 ومبسوطه بها شديد الحمد لله. تاني في شنو كده في 2022 كان حاجه كده مميزه شديد، طبعا برضو كان فيها دروس كثيره اتعلمتها في 2022، اتعرفت على ناس كثيرة جديدة دخلت حياتي، وفي ناس كثيرة برضو بعرفة طلعت من حياتي. فيعني شنو كانت سنة كده مليانة مليانة حاجات، مليانة activities، مليانة مغامرات، مليانة يعني new experiences، في حاجات كثيرة كانت صراحة حلوة مميزة شديد. ده كان في سنة 2022، وكانت سنة تعلمت فيها كثير، اشتغلت على نفسي فيها كثير، يعني اتعرفت على حاجات حتى أنا في نيو في شخصيتي ما كنت متعرفة عليها قبل كده يعني صراحة، لأنه 2022 برضو اختبرتني في حاجات كمية يعني صح كانت حلوة وكان فيها حاجات مميزة وحققت فيها حاجات كثيرة، لكن برضو كان فيها اختبارات كمية وطلعت جزء كده من شخصيتي ومني كده أنا أساساً ما كنت مكتشفه إلا صراحة بعد ما جيت هنا واكتشفته اللي هو في السنة دي. فيعني كانت في حاجات يعني تعلمتها برضو كثيرة، دروس كثيرة تعلمتها سواء من الناس الحولي، سواء من الـ يعني الاكسبيرينسز اللي كنت عايشاها، من الحاجات اللي أنا عملتها، ولسه لحد هسه كل يوم طبعا بتعلم. عندي حاجات كثيرة خطيتها، طبعا في حاجة اسمها الفيجن بورد، دي برضو من الحاجات اللي كنت حابة أتكلم معاكم عليها اللي هو الفيجن بورد. الفيجن بورد عبارة عن شنو؟ انه انتو اي زول لو عنده مثلا مخططات، عنده احلام عايز يحققها، عنده goals كده معينة عايز يوصل لها، اهداف معينة عايز يوصل لها، تخطوها في تكتبوها في مكان، سواء على حسب ما انتو حابين المكان ده يكون وين، يعني مثلا يكون ممكن على التلفون، ممكن تصوروا فيديو تتكلموا فيه، ممكن تكتبوا في notebook يعني انه في ورقة في اللابتوب، المهم تكتبوا الاهداف والحاجات اللي انتو عايزين تحققوها في السنة الجديدة، علشان كل لما تكتبوا الحاجات دي خلينا نقول إنها بتجي لأمر الواقع أكثر من إنها لما تكون بس كده في راسكم وبس تكون كفكرة، بس لما تخطوها في ورقة أو تكتبوها في مكان الحاجة دي بتكون غير إنها بس فكرة، مجرد فكرة في راسكم، بتبقى إنه هدف أو حاجة في أرض الواقع إنه أنتوا لازم تشتغلوا عليها وتحققوها. فالحاجة دي بتسهل عليكم كتير إنكم توصلوا وتحققوا الأهداف اللي أنتوا عايزين توصلوا لها، حتى لو مهما كان الهدف شنو، مهما الحلم اللي أنتوا عندكم ده كان شنو، لو كتبتوه صدقوني واشتغلتوا عليه حيتحقق. مهما كان الهدف ده شنو حتوصلوا له إذا كتبتوه واشتغلتوا عليه زي ما قلت لكم. أدي حاجة أنا صراحة اللي بتكلم لكم عنها، لأن دي حاجة أنا بتساعدني شخصيا وبعملها أنا شخصيا كمان، يعني ما بس بتكلم لكم كده ساي أو بديكم في يعني نصيحة كده ساي، لا دي حاجة أنا شخصيا مجرباها. يعني أنا كل سنة بكتب الحاجات اللي أنا عايزة أحققها في السنة الجديدة، حتى لو ما حققت منها على الأقل بكون عارفة أنا غلطت وين وليه مثلا ما حققت الهدف ده، لأني مثلا اتكاسلت، لأني مثلا ما عملت الحاجة الفلانية. فأخر السنة لما أجي أشوف مثلا الليست حقت الأهداف دي وأشوف أنا مثلا شنو الأهداف اللي حققتها كده، برضو بحس كده إن شنو عمل يعني أنجزت حاجة، يعني ما كنت بس السنة الفاتت أو العدد دي بس كده كانت شنو سنة فاضية ما عملت فيها أي حاجة، بالعكس بتحمس أكتر عشان شنو إنه أعمل حاجة في السنة الجديدة. وبرضو لما أشوف مثلا في واحد من الأهداف أو واحد من الحاجات اللي كاتباها ما حققتها، يلا بقعد مع نفسي وأشوف أنا ليه مثلا ما حققت الحاجة دي أو ليه ما عملتها، وغلطت وين إنه ليه ما حققتها. فبتديني برضو فكرة إنه شنو إنه أركز عليها أكتر، وممكن في السنة الجديدة أكون شنو مركز عليها، أشتغل على الحاجات اللي أنا ما عملتها في السنة الفاتت علشان أحقق الهدف اللي ما حققته مثلا في السنة اللي قبلها دي. وهو يعني الواحد بيتعلم من شنو، من أغلاطه، من الأخطاء اللي بتحصل له يعني. فعلشان كده بليز يا جماعة، علشان كده حاولوا انكم على قدر ما تقدروا تكتبوا الاهداف اللي انتوا عايزين تحققوها في السنة الجديدة. احنا حرفيا هسه في اول لسه اسبوع في السنة الجديدة، فعلشان كده شنو لسه عندكم وقت كتير، في ايام لسه كتيرة جاية واسابيع لسه كتيرة جاية، لكن the sooner the better، يعني كل ما عملت الحاجة دي بدري كل ما كان احسن، علشان ما تضغطوا نفسكم لحد كده
ما تحسوا ان شنو ان السنه حتخلصوا وانتم لسه ما انجزتوا ولا حاجه ولا عملتوا اي حاجه. فالفيجن بورد دي مهمه شديد، اعملوها وورونيانتم كمان في التعليقات يعني الاهداف اللي انتم حابين تاخذوها في الفيجن بورد دي شنو. ما لازم تشاركوها كلها، بس شاركوني شنو حاجات منها بسيطه عشان ما اطول عليكم. ان شاء الله يعني تكون سنه حلوه عليكم كلكم. وما تنسوا كمان تعملوا لايك وشير للفيديو الموال، ما تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو، ما كمان تنسوا تعملوا سبسكرايب للناس الجديدة في قناتي، يعني الناس اللي ما مشتركة اضغطوا على السبسكرايب بوتن. المهم طيب، شكرا لكم وشكرا على المتابعة، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي.